هذا واحد من الشباب اللي هو يقول عليهم يخطف الروش، مش شباب، من الناس العقال. لا، اللي يقول يخطف الروش. لا لا، شباب. صح، شباب. عرف ليش شباب؟ عرف ليش انا شباب قعدتو؟ لاني انا عمري توا 11 سنه قبل الثوره اللي قام بها المعفن هذا السفاح، و22 يوم يعني عمري انا 11 سنه و22 يوم. الباقي هو يقول السلطه والتروى سلاح في جد الشعب، تو نحن السلطه والتروى وسلاح، وهو وعياله تحت كراينا. قلت لي تو جايب له معايا عيال اثنين، وعيالي انا اولاد اثنين يعني فداء البلاد. الله اكبر. مانيش قاعد ندزلي في كلاب مرتزقه اللي يقول عليهم نحن المرتزقه. باهت نحن مرتزقه، انا ليبي حر مصراتي ونحمي بلادي من الحدود للحدود. الله اكبر. لكن الله احنا تو حتى الحرب نحاربوا فيه الجيفه خاصه، والله عدوا فلول تو انسحبوا. تو لما قدمنا لهم احنا قدام انسحبوا انسحبوا تو قدمنا لهم انسحبوا لما شر رميت الجيران انسحبوا. اي محطه واي حتى كلامه كذاب. هذا مسيلمه كذاب. مسيلمه كذب كذبه واحده بس، قال انا نبي، لكن الله من يوم عمره كذب. الله اكبر. له 42 سنه كذب. الله اكبر. شكرا يا حاج.